مشاريع مشاريع تميزها المواضيع، تيسر للعلا طلبا بها للناس توسيع. نقدمها بأسلوب به فن وتنويع، نقدمها بأسلوب به فن وتنويع. مشاريع مشاريع مشاريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير ومسرات. أهلا ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات الكرام، وحلقة جديدة من برنامجنا مشاريع نوعية. في هذه الحلقة بإذن الله سنأخذ تطبيق رائع جدا ويسهل عملية كبيرة جدا في تقسيم المواريث. كثير مننا يريد أن يعرف تركات المواريث وتقسيماتها وتفاصيلها ويجد صعوبة شديدة. هذا التطبيق سهل عليك التقسيم بسهولة مع ضخامة من المعلومات الكبيرة وتميز في التصميم والآلية والإخراج. خلوكم معنا. مشاريع 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 تميزها المواضيع، تيسر للعلا طلبا. حياكم الله من جديد. تطبيقنا تطبيق مواريث. هذا التطبيق تميز بميزة رائعة جميلة جدا. ما عليك كما تشاهد في هذا التطبيق، وهي أولاً خلنا ننطلق أن هذا التطبيق يمتاز بالسلاسة والسهولة. دائماً الكثير من الناس يخشى ويجد صعوبة في تقسيم المواريث والتركات وتفاصيلها وغير ذلك. هذا التطبيق يمتاز باليسر والسهولة. مجرد أول ما تبدأ في عملية التطبيق يقوم لك بسؤال يسير: ما هي مقدار التركة؟ فلو على سبيل المثال قلنا مقدار التركة أنها 1000 ريال على سبيل المثال، سيأتيني بطريقة الأسئلة: هل المتوفى ذكر أم أنثى؟ فلو حطيت المثال أنه ذكر هذا المتوفى، كم عدد الزوجات المرتبطات بالمتوفى؟ فلو قلنا مثال لديه زوجة واحدة، كم عدد الأبناء الذكور؟ هل هذا المتوفى لديه أبناء من الذكور؟ فلو قلنا مثال أنه لديه ابن مثال وبنت مثال من الذرية، ثم انتقلنا للمرحلة التي بعدها: هل الأب حي أم ميت؟ على سبيل المثال سأقول أنه ميت. هل الأم حية أم ميتة؟ أقول أنها ميتة. الآن كل هذه الأسئلة سيجري معي الآن النتيجة المبهرة والرائعة في هذا التطبيق. هل الأم حية أم ميتة؟ فقلنا ميت. هل الجد حي أم ميت؟ هل الأب حي أم ميت؟ هل أم الأب حية أم ميتة؟ هذا الآن دخل في الجدات يعني. ثم الآن سيظهر لي حل المسألة أو خيارات متقدمة. خيارات متقدمة يعطيك إبداع أكثر. هل تريد تقسيم هذه التركة بأي المذاهب تريد؟ المذهب الحنبلي، الشافعي، الحنفي في الخيارات المتقدمة. كذلك في الخيارات المتقدمة سيظهر لنا شجرة وغير ذلك. خلوني أجري الآن حل المسألة بشكل يسير. مباشرة أظهر لي كما تلاحظون لوحة فيها المقدار والتقسيم. حط للتركة أنها 1000 ريال، ثم قسم، قال الابن أخذ النصاب الأعلى ووضع له المبلغ 583.33 ريال، ونصيب الزوجة وضع لي 125 ريال. هذا التفصيل السريع والسلس لتقسيم التركة، ويمكن كذلك مشاركة التركة لمن تريد بهذه الصورة وفتح الصورة ونشرها لمن تريد. هذا بشكل موجز للتركة بطريقة يسيرة. لكن لو أردنا ندخل في العمق التطبيق وأردنا ندخل في التفاصيل، فلو ذهبنا أولا إلى المكتبة في القائمة الجانبية سيظهر لي المكتبة. المكتبة فيها مليئة بالكتب التي ترتبط بالمواريث. فقال لي: هل تريد تفسير آيات المواريث، أحاديث المواريث، الآثار التي وردت في المواريث؟ هل تريد المصطلحات، التعرف على مصطلحات المواريث والتركات وغير ذلك؟ المنظومات، هل تريد أن تقرأ المنظومات التي نظمت في علم المواريث؟ الأحكام، الأحكام وارتباطها وأحكامها الشرعية، السؤال جواب. كما تلاحظ كتاب تلخيص محمد بن عثيمين لو دخلنا على التطبيق أطول مباشرة أظهر لي الكتاب وأظهر لي تفاصيله والتبويبات والمسائل المرتبطة في المواريث. حقيقة التطبيق مكتبة ضخمة وجامعة جدا لعلم المواريث. هنا القوانين التي لها ارتباط في الدولية للمواريث، مسائل شرعية، فتاوى فيما يخص أحكام المواريث، كتب تكلمت عن
المواريث وتفاصيلها. هذا على سبيل المثال. الآن دخلنا على المكتبة، لو أردنا مسألة جديدة، إذا عندي مسألة أريد أن أقوم ببحث عنها، مجرد اختيار مسألة جديدة سيرجع لي للقائمة السابقة ويبدأ معي بالأسئلة وسيظهر لي الجواب. عندنا خيارات متقدمة، خيارات متقدمة كما تلاحظون في الشاشة ظهر لي شجرة كاملة بالجد والأم والأبناء. مباشرة تستطيع تضع أرقام بحيث أنها تطلع التركة بتفصيل أكثر، لو كان لديه أم وشقيق وأخ شقيق وابن عم ابن أخ لأب، تضع التفاصيل ذلك. ثم لو أردت أن يكون التقسيم بالمذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي، ثم حل المسألة، مباشرة يقوم البرنامج بحل المسألة بناء على تحديدك وبناء على ترتيبك السابق. هذا التطبيق سهل لنا ويسرنا الكثير جدا في مسألة علم المواريث، خاصة لمن يريد طلاب العلم الذين يجدون صعوبة في تعلم علم المواريث. هذا البرنامج امتاز بالتقسيمات والتشجيرات والتسهيلات والإجابة بيسر وسهولة. سيظهر لكم بعد قليل تطبيقنا، تطبيق المواريث، أتمنى منكم تحميله. وأي استفسار وأي أسئلة فأنا بانتظاركم في هاشتاج مشاريع نوعية. حياكم الله. مشاريع تميزها المواضيع، تيسر للعلا طلبا بها للناس توسيع، نقدمها بأسلوب